يعتبر شارع الدعبود إحدى خطوط التماس الساخنة الفاصلة بين المجموعات الإرهابية وحي التضامن الآمن. تتمركز عناصر الدفاع الوطني في نقاط تكشف أوكار المسلحين مزودة بكاميرات مراقبة لرصد تحركاتهم، ما ساعد في إحباط عدة محاولات تسلل باتجاه الحي. نحن زارعين كاميرات باتجاه المسلحين. ننتقل إلى نقطة تماس أخرى من شارع دعبول مطلة على المسلحين. تتم عملية رصد البناء أو الحارتين الموجودين فيها المسلحين من قبل طلاقياتنا من قبل العناصر. هون برصد كل تسلل بصير من قبل المسلحين. بشكل دائم مناوبات عليها تقدم باتجاه نقطة ساخنة أخرى مقابلة لخط السرفيس سابقا. بناء الأسكان هاي السيارة هاي دوشكا كانت يستعملوها هنون دوشكا ضربناها قازي. نحن الآن في بناء كانوا يسيطر عليه المسلحون جبهة النصر أحرار الشام، تم استهدافه من قبل قوات الدفاع الوطني بقذيفة RPG ثم الدخول إليه، والآن هو نقطة تمركز لقوات الدفاع الوطني. حارة طبب قام المسلحون بنصب ساتر يقومون بمحاولات تسلل بشكل يومي من خلال هذا الساتر، ونحن الآن في نقطة لتمركز قوات الدفاع الوطني نبعد مسافة 25 متر عن المسلحين. خلال الأيام الماضية الأخيرة تقدمت عناصر الدفاع الوطني على امتداد محور صيدلية الرحمة بعد أن دمرت مبنى كان يتمركز المسلحون بداخله، ولم يستطيعوا حتى الآن انتشال جثث قتلاهم من تحت الردم. رجال على أهبة الاستعداد، أبطال على طول خط النار مع المسلحين. قوات الدفاع الوطني هي العين الساهرة التي تحمي حي التضامن. مروى علي لإعلام الدفاع الوطني حي التضامن.